السلام عليكم، بونجور تو الموند. الوصفه ديال اليوم واحد الكب كيك مالحين بريستيج. الحشو ديالهم تقدروا تغيروه على حسب شنو الموجود عندكم. وبالنسبه للاساس ديال هذا الكب كيك هما هذوك الطريفات اللي شاطوا لينا ديال عجينه الفيلو. الوغ لا ريسيت دوجوردي سو سون دي كب كيك سالي كب كيك بريستيجيو. Pour la farce, vous pouvez la changer à votre convenance ou selon ce dont vous disposez chez vous. Pour ce qui est de la base de ces cupcakes, ce sont les chutes de la pâte feuilletée qui nous restaient. غادي نحتاج واحد البصلة هنايا مشلطة، البصلة تكون متوسطة الحجم. عندي هنا تقريبا 250 غرام ديال لي زيبينار. عندي واحد الحك ديال الفروماج الابيض كتعرفوه كاملين، وتقريبا واحد 50 غرام ديال الفروماج الاحمر. دونك اون فافور بيزوان دان غرونيون سيزلي فين مو سيزلي ا بو بري 250 غرام د بينار. مانجي دي زيبينار سورجيلي و بوفي تويزي لي فري و لي سورجيلي. ان بو كي بيز 190 غرام د فروماج بلون اي ا بو بري 50 غرام د فروماج رابي فروماج روج. دونك ان فيت و بوفي تويزي autre fromage si vous aimez le goût. غناخذ واحد المقله غنديروا فيها معلقه كبيره ديال الزبده. دونك on va prendre une poêle, on va y mettre une cuillère à soupe de beurre. Je vais mettre l'oignon, غادي ندير البصله نخليها تشحر. Je vais faire revenir l'oignon. ملي تشحرات البصله مزيان على فخي كي بيان غنو في غنو على لونيون جو اجوتي لي زيبينار. غادي نضيف لي زيبينار هاد. على فكره هاد الوصفه راه فايت اللي تقاسمتها معاكم فواحد اللايف في الاول ديال القناه. غير اليوم بغيت نوريكم طريقه تاع اعاده استعمال هذوك تيشي طوما ديال ورق الفيلو. دونك سي ريسيب كو جي ديجا بارطاجي افيك فو اون ديبي دو لا شين او ديبي دو لا شين دون ان لايف. اجوردي جو فولي جوست فو مونتري لا ليتيليزاسيون او اون اوتر ليتيليزاسيون دي شوت دو لا بات فيلو. غادي نحركها مزيان حتى تنشف من الماء. جو في بيان فيغ غوفنيغ جوسكا اسكو توت لو سيفابور دو لو بيان سور كو دو دي زيبينار. الماء ديال السابع لي خطر على الحال ديال لي زيبينار. غادي ندير لها ملحة و بزار. دونك جو اجوتي دو بوافغ اي دو سيل. شحرت مزيان ونشفات نشف عندي هذا الخليط. غادي نديرو نخليه يبرد عاد نضيف له الجبن. دونك ابري كو توت لو سيت ايفابوري جو في اتاندر لو فو اي جو في ليسي مون ميلونج رفرويدير افون داجوتي لو لي فروماج. بالنسبه للجبن الابيض الا استعملتوه كامل غادي يجيكم معلك بزاف. الا بغيتو تنقصو تقدروا تنقصو الكميه. Alors pour le fromage blanc, vous pouvez mettre moins que tout le pot ou que tous les 190 grammes. Si vous voulez, un peu moins onctueux. En tout cas, je vais mettre 450 grammes. Ici, moi, j'ai utilisé uniquement 150 grammes. J'aurais pu utiliser mon radin de fromage l'autre. C'est un peu plus tard. Donc pour ce fromage, il est facultatif, mais n'empêche qu'il ajoute du goût. Voilà, je mélange. On va prendre d'abord le warqa dieli, ou les chutes matabaka, mais avec le warqa dieli, dieli le filo. Je vais prendre maintenant les chutes de ma pâte filo. Voilà.
que j'ai gardé. Voilà. غادي نعاود نزيد نقطعهم. غادي je vais les couper en je vais les recouper en fines lamelles. غادي نزيد نقطعهم مازال لهكا شرائح يكونوا طويله او لا ماشي طويله بزاف. غادي نوريكم علاش غنديروهم. غادي نديروا واحد مملحات مشعكه هانتوما نديروا هكا اون با افوار سا ان فيت. Je vais faire de même pour toute la pâte filo, enfin pour tous les restes de pâte filo. Je vais tous les couper en fines lamelles parce que c'est comme ça que je vais les utiliser. Maintenant, je vais mettre au fond. Voilà. غادي نكمل. غادي ناخذ من الاحسن الا كانوا عندكم مولات صغار تقدروا تستعملوهم. انا غنستعمل المول ديال الكاب كيك او ديال مادلين. الكاب كيك بالاحسن ماشي ديال مادلين. دونك فوالا ما جو ايتيليزي بور مي سالي لو مول كاب كيك. وعندي هنايا اي جي ايسي ان ميلانج دو بور فوندو اي دويل. وعندي واحد الخليط من الزبده المذابه ومن الزيت هو باش غادي ندهن هاد الورقه. غادي نستمر حتى نسالي هادشي. جو كونتينيو جيسكا سكو جو تيرمين. من بعد ما قطعتها ها هي كيف كتلاحظوا انا غنستعمل مول كاب كيك. تقدروا تستعملوا غير مول عائلي كبير مدور. دونك فوالا سي ليتا دو دي شوت دو بات فيلو ابري كو جو لي زي كوبي. Moi aujourd'hui pour cette je vais utiliser des moules individuels. Vous pouvez très bien utiliser des moules un grand moule en fait, un moule familial. Alors je vais prendre mon mélange huile beurre. Je vais un petit peu beurrer mes cavités ou les cavités de mon moule. غادي ندهن بالخليط ديال الزبدة والزيت هاد هاد المول ديالي. ولا كنتو استعملتو مول كبير دهنوا المول ديالكم في الجناب. طبعا الحال ما تنساوش الجناب. دونك وباديجوني ايغالمون لي كوتي سو ميلونج. فوالي فوالا فوالي فوالا. غادي ناخد واحد الطريفات واحد شويه. غادي ندير بحال واحد لاباز لتحت. غندير اون بتيت كوش. جو في ميتر اون بتيت كوش على لاباز. دونك غادي نفرش هنايا اون بتيت باز في لتحت. دونك جو ميتر اون بتيت كوش على باز ايسي اي جو في ايسيي دو ميتر في لي كوتي كوم سا جوري جو كوم ان بوي بور ميتر على لانتيريور ما فارس. غادي نحاول نطلع هاد هاد الطريفات ديالي في الجناب باش يكون عندي شكل ديال الشكل ديال المول و نعمرو بهاد لافارس ديالي اللي عندي. فوالا غادي بطبيعة الحال ندهنهم مزيان هاد الوريقات كاملين. واخا فرجتهم غادي نعاود ندهنهم بالزبدة والزيت بخليط الزبدة والزيت. جو انكور باديجوني لا شوت جو ميلونج. هانتوما كيف كتلاحظوا طلعت شي شويه في الجناب. جو في ان بتي بو رومونتي سور لي كوتي. جو في انكور فيرسي ان بو دو ميلونج. غادي نخوي عليهم شويه ديال الخليط ديال الزيت والزبده. فوالا وغادي ندير واحد الملعقه ديال الحشوه اللي عندي في الوسط. Je vais mettre ma farce à l'intérieur. Voilà.
et je vais couvrir de d'une autre quantité de chute. غادي نعاود نغطي بواحد طريفات اخرين ديال هاد بات فيلو الفيلو غادي نغطيهم هكذا. Donc je vais couvrir un peu encore. Voilà. Voilà. Je vais badigeonner du mélange beurre-huile et je vais les cuire dans un four préchauffé à 180. غادي نعاود ندهنهم من الفوق ونرشهم من الفوق بشويه ديال الخليط ديال الزبده والزيت ونعاود ندخلهم وندخلهم للفران مسخن على 180 درجه باش يتحمروا ليا. انا غنبقى مستمره باش نكمل باقي داكشي اللي عندي. Je vais continuer ainsi pour terminer toute la pâte et la farce dont je dispose. كاب كيك مالحين بطريفات اللي بقاو ليا ديال عجين الفيلو وبحشو مميز ديالي وجدو. نتمنى ان الوصفه اولا الاقتراح نال الاعجاب ديالكم وما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la proposition d'aujourd'hui vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.